السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. وش انتم جاهزين اليوم؟ هلا والله ومرحبا، حياكم الله جميعا من امام اسواق باب الخير المركزيه. يقولون ان عندكم عروض، لكن مدتها كم العروض؟ اول شيء في الفرعين. وين الفرعين؟ دار البيضاء على طريق عرفات، اللي هو هذا. نعم، اللي هو خلفنا، وفرع وادي لبن على شارع الطائف. طيب، مده العروض 5 أيام إلى 21 أغسطس أو نفاد الكميات. لذلك نقول العروض والأسعار والأصناف وين؟ في السنابات القادمة في باب الخير. تمور، متخيل معي إن قدوعك اليوم ب7.95 ريال السطل. إيه، تبي الخلاص أو تبي الصقعي ب7.95 ريال. 7.95 ريال، هلا لا. طيب شوفوا يا جماعة، الكميات اللي نازلة عندهم طبعا منوع، عندهم الرطب، السلج، الخلاص، وشوفت عينكم ب7.95 ريال. هلا لا، كراتين دجاج الوطنية وبأقل الأسعار. عطني عرضكم. أول شيء حياكم الله، ثاني شيء من أقوى العروض اللي انباعت الإعلان السابق عرض كراتين دجاج الوطنية. صحيح، والكثرة الطلبة من الزبائن مددناه مرة ثانية. يا سلام، سابقا 99.5 والآن 89 ريال 95. 89 ريال و95. هلا لا، الوطنية 10 حبات وكل حبة 600 جرام. والعرض اللي هنا زيت العربي سابقا كسرنا فيه الدنيا. صحيح، وكسرنا الدنيا الآن بزيت دلال، هذا ب6.95 ريال. 6.95 ريال، هذا اللتر ونص. حنا في أسواق باب الخير، أنا ما يحتاج أقول شيء ثاني. يا سلام، شوف يا جماعة، المكرونة هنا وبأقل الأسعار. نقول الأصابع، الخواتم، الإسبقتي، الأقلام اللي تبي. تعال خذ لك 4 حبات، أي شيء يجوز لك. الحبة موجودة، الحبة بريال، وزن 400 جرام. حنا وين؟ في أسواق باب الخير، في الفرعين، الدار البيضة وظهرة لبن. يعلقون العروض القوية وتشوفونها قدامكم. أبو ناصر، خذ لك أي شكل يجوز لك، تبي الأقلام، تبي الأكواع، تبي الإسبقتي، الخواتم، الأصابع، اللي تجوز لك تلقاه عندنا. ترى الكيس الواحد هذا بريال يا جماعة، 400 جرام بريال وشكل. حنا في أسواق باب الخير، فرعين، الدار البيضة وفي ظهرة لبن. ريال، عروض المواد الغذائية اللي عندكم، عطني التفاصيل. المكرونة وشبيلة معجون، اي تخيل معي ان الحبة هذه اقل من ريال، الربطة ب7.95 ريال. 8 حبات او 7.95 ريال، الحبة اقل من ريال. يا سلام، حنا في اسواق باب الخير، عروضهم الى 21 اغسطس. العودة للمدارس غدا الاحد، وش مسوين على المراعي الكراتين؟ منتجات المراعي غنية عن الكالسيوم، ممتاز. عندك الكرتون من الحليب لأي نكهة تجوز لك، تبي السادة أو الشوكولاتة أو الفانيلا أو الموز أو الفراولة. سعر الكرتون سابقا 24، والآن شوفت عينك 14.95 ريال. هلا لا، ولا في الحكا فايدة، حنا في أسواق باب الخير. الله يحييك. كراتين الربيع، شايف السعر القوي هنا؟ أنا بالنسبة لي منصدم، هذا اللي قالوا لك عرض فوق العرض. هذا ما في كلام. يا سلام، الكرتون هذا كم تلقاه؟ 21 22، تعال خذها من عندنا ب14 ريال و95. يا سلام، 14.95 و21 عبوة. نعم يا سلام. جماعة، الكرتون هذا كم داخله؟ 27 عبوة. يا ماكس، معليش، يعني في عدة نكهات، تبي الكوكتيل، المانجا، النكهات واجدة، الله يحييك، 5 نكهات موجودة. 27 عبوة في هالكرتون، ياخذونها بكم؟ 18 ريال. يا سلام، 18.95. هلا لا، العرض مقلوب ولكنه عرض قوي. كراتين الري، عطني التفاصيل. 4 نكهات لبينا فيها احتياج الجميع، ممتاز. حلو، كرتون سابقا. يا سلام، 24 عبوة، 12 ريال و95. هلا لا، وما في الحكي فايدة. يا سلام، وغير التمور اللي هنا طبعا، هذه كلهن صورناهن 7 ريال و95 السطل. نعم، تخيلوا 7 ريال و95. طيب، واللي يبي البرح موجود، واللي يبي المكنوز موجود، والطحينه ودبس التمر، خيرات رب العالمين، الله يديمه، الله يديمه، الله يحييك، الله يعيننا على شكر النعمه. العروض كلها موجوده في الفرعين، فرع الدار البيضاء وفرع ظهرة لبن. هذيك اول المراعي قاعدين السعر الحين، قاعدين انا عارف عبوتين. تبي المراعي او تبي نادك، النكهه اللي تجوز لك والطعم اللي تحبه، الربطه فيها عبوتين 500 جرام ب14.95. يا سلام، نادك اول مراعي وكل عبوه 500 جرام، الربطه كامله 14.95. باب الخير للفرعين، الله يحييك. المثلثات كم عبوه انت ماخذ في يدك؟ 5، وكل عبوه 8 قطع. هل 5 كم؟ اليوم صدمه بالاسعار. ايش رايك انها اقل من 10 ريال؟ 9.95 ريال كل هالكميه. يا سلام، ارز الكريمي، ارز الوسام، الوسام
تقلب بالله لي حتى الكل يشوف التفاصيل. أرز مزة عندي بسمتي كريمي 10 كيلو. نسبة الكسر 1/8. سعر سابقاً 8 والحين 59.95. وسعتها بي. يا سلام. الله يحييك. الحين 10 كيلو لجميع الاستعمالات. نعم. عطنا السعر القوي. سابقاً ب10 ريال. والآن ب4.95 ريال. يا سلام. ايضا عرض هنا على الكب كيك بما ان العوده للمدارس ما بقطع السنابه. عطني العرض القوي اللي هنا على الكب كيك. تبي الشوكليت او الفانيلا؟ يا سلام. تخيل معي الباكج هذا ب5 ريال و75 وهو سابقا ب8 ريال. يا سهل الكرتون ب5 ريال و75. هلا ما هو بنكهتين، 4 نكهات للكب كيك. حتى تبي برتقال موجود، اللي يحبون برتقال ترى موجود. يا سلام. شوفت عيني. و5 ريال و75. هلا برج من الكميات الرقائق الذرة. ولا تبي الشوكولات كلها ب4 ريال و95؟ اللي يجوز لك واللي يجوز لطفلك كلش موجود. 4 ريال و95. هلا لا. باقة البيض سؤال. إيه؟ كمية محددة ولا مفتوحة؟ ياخذ 2 4 5 عادي. احنا مقبلين على مدارس، اول نحدد الكمية عشان الكل يستفيد، لكن المرة ذي كثرنا الكميات عشان المدارس. 30 حبة بهالطبق بسعر 9 ريال و95. كم سعره؟ متخيل حتى الملكم صحين عليها عرض. هل خذ الملح بريال يا رجال؟ العبوة بريال؟ بريال. شكرا. الله يحييك. راتين الموية وكميات تنزل عندكم باستمرار. العرض هذا موية ناس كل الناس، كسرنا الدنيا فيه العرض السابق. احنا جايين راح نصور عرض وجاء هذا قدامنا. عز الله. هذا ب7 ريال و95. 48 عبوة. اي نعم. الربع 48 عبوة 7 و95. مفتوحة. يا سلام. جميل جدا هالبرج المراعي. 5 حبات. ايه. سابقا 16 ريال والان ب9 ريال و95. 9 ريال هالخمس و95. هلا لا. الله يحييك. كم حبة هذه؟ اشوفك تعبي من الحبات. اقدر اشيلهم ولا لا؟ يا سلام. هذه 4 صارت 6 يكفي ولا زود؟ في ثنتين. انا بشيل عنك زود. يلا كم اشيل؟ ثنتين. ثنتين يعني 8. سابقا 16 والآن ب11 ريال ونص. هالثمان 11 ريال و50. هلا لا. إكوادور. قيمة المناديل اللي هنا 10 عبوات وكل عبوة فيها منتين من دي. يا سلام. 7 ريال و95. ياخذ الكمية اللي يبغى. والعرض مفتوح في الفرعين. وش اللي عندك هنا؟ الفيري 400 ملي 4 ريال و95. يا سلام. راتين تايد اللي هنا أنا شايف كرتونين الآن. الشباب توهم ينزلون، أنا ما بعد كملت الرصة بس كنا نبي نصور. عندك الكرتون فيه 2.5 كيلو، يعني الباكج هذا فيه 5 كيلو. يا سلام. سابقا 55 ريال ونص والآن ب44 ريال و95. احنا نتكلم عن تايد وغسالة أوتوماتيك اللي هو غالي لكن يستاهل. هو مكتوب عليه الأوتوماتيك. قسم المنظفات عندكم تحت. الله جابك. أنا ما أقدر أخذ القسم هذا والعروض اللي فيه، ولكن كل استيكر أصفر عليه عرض. يجي ويشوف المنتج اللي يبيه. تبي منظفات صحون أو منظفات ملابس؟ كل عندهم قسم كامل للمنظفات والاستيكرات عليهن عروض. الخيارات متعددة. يا سلام. اللي عندكم هنا؟ بلاستيكر. تخيل هذا على 5 ريال، إحنا نصير محل ب5 ريال. إيه 5 ريال صافي. أي. ولا 5.75، لا 5 ريال صافي. أي ربطة هنا ب5 ريال. أشوفكم أضفتوا المستلزمات المدرسية. أي. طبعاً صعب أعطيك الأسعار. كل منتج عليه سعر وسعر حارقينه. موفرينه كخدمة للعميل لما يجي يتسوق يلقى أغراضه كلها في مكان واحد. في الفرعين ها؟ نعم. اللي عندك هنا؟ النوتيلا الحجم الكبير 825 جرام. شوفت عينك. ب24 ريال و95. فاجة الأجبان عندهم عدة عروض. فيتا الكيلو 17 ريال بدال ال 32، اللي هنا السلطات منوع بدال ال 46 الكيلو ب 35، اللي هنا المش المصري الكيلو 26، الأجبان المشكل والسلطات بدال ال 39 35 للكيلو، هنا المخلل البارد 9 ريال للكيلو والزيتون ب 26 المشكل. ولا نوعين ولا ثلاثة، 6 أنواع من المكسرات التركية، كيلو علينا وكيلو عليك. الكيلوين بكم؟ ب30 ريال. كيلوين ب30 ريال. وش بعد عندكم؟ عندنا القهوة واحدة عليك واحدة علينا يعني 29 ريال و95. يعني حبتين ب29 ريال و95. يا سلام. وش بعد؟ بعد عاد اللي يحبون القهوة الهريري مددنا لكم العرض، خذ الكيلو ب25 وهو سابقا ب40. وش بعد باقي هنا؟ اللي هو المكسرات المشكلة 45 للكيلو والبهارات المشكلة المطحون بهارات القصيم. اي سابقا 30 والان 18. عليكم العد. كم صحن؟ 10 صحون
بكم؟ ب9.95 ريال. مشكل في الخضار من نوع واحد أو التشكيلة 10 ب10 أو 10 ب9.95. اثنين وثلاثة بس هذا الرابع. الرابع أربع بكم؟ ب9.95 ريال. هذا الثالث وهذا الرابع من كثر ما يبقى دلمس دقيقة يعني أوهو خمس ب9.95 ريال. الخمسة كلها ب9.95. حنا في أسواق باب الخير عرضهم إلى 21 أغسطس. العرض في الفرعين. في الفرعين الدار البيضاء ولبن. كيلوات الموز اللي هنا 4.95 ريال. هلا لها الكيلو أنا حافظ السعر. يا سلام. طيب البابايا. البابايا عندك 3 حبات ب10 وهي سابقهم 15. يا سلام. 3 حبات ب10. نصيحة ترى في العصير. كيلو الليمون 4.95 ريال. هلا لها. هنا 3 كيلو برتقال ب9.95 ريال. هلا لها. 3 حبات خس أمريكي 9.95 ريال. الملفوف الأبيض الأحمر الزهرة 3 حبات 9.95 ريال. هلا لها. هذا نازل عليه عرض قوي جدا بتشوفونه بعد لحظات.